تمام. كويس جدا. طيب طبعا احنا التريجرز اللي جربناها دلوقتي كانت كلها تريجرز بسيطه على الابديت بس، لكن ده مش شرط. احنا عندنا طبعا زي ما اتفقنا ممكن نشغله على الانسيرت، ممكن نشغله على الديليت، تمام. ممكن نشغله بيفور، ممكن نشغله افتر، كل الكلام ده متاح، تمام كده. طيب اتفضل. لا انا مش قادر اميز صوتك، او معلش في يعني صوت مكتوم كده او حاجه، مش قادر اميز كويس. تمام. وانا ما فهمتش قوي، بس تقريبا كده الشبه. انت بتتكلم على الاولد سالري والنيو سالري ولا ايه؟ لا لا بص، انت حصل عندك ايه لبس بسيط جدا في حته صغيره، ماشي؟ ايه هي؟ ان في جدول التيتشر ده الاصل هو سالري، مفيش غيره، تمام. اما احنا عملنا تيبل ثاني اسمه التيتشر اوديت. جدول التيتشر اوديت ده احنا بنسيب فيه عمليات التحديث اللي بتحصل على التيبل بتاع التيتشر، فده اللي حطينا فيه كولوم اسمه الاولد سالري وكولوم اسمه نيو سالري، عشان لما حد يعمل تعديل على جدول التيتشر نحتفظ، نفضل نحتفظ ب السالري كان كام وبقى كام امتى ومين عمل كده. هو مش بيعدل. لا، خد بالك بس من حاجه، هو مش بيعدل، هو مش بيعدل اي حاجه. هو الكولوم، طب واحده، هو التريجر بيفير مع الابديت. التريجر بيفير مع مين؟ ها؟ بيفير بيفور ابديت، ماشي؟ على جدول التيتشر العادي، مش على جدول التيتشر اوديت. لكن هو ملوش دعوه بالابديت على التيتشر خالص، ولا بيجي جنبه ولا بيرفضه ولا بيعمل اي، ملوش دعوه. هو كل اللي بيعمله مع كل رو بتحصل له عمليه الابديت، مع كل رو بتحصل له عمليه الايه؟ الابديت. بيعمل ايه؟ بيروح يعمل انسيرت على جدول التيتشر اوديت. بعد ما بيسيف في التيتشر اوديت ملوش دعوه بجدول التيتشر. فجدول التيتشر كده كده يحصل له ابديت، هو ملوش دعوه. خدت بالك؟ انا ما بتدخلش في الابديت بتاع جدول التيتشر خالص. انا كل اللي بيحصل، اول ما بيحصل في التيتشر اي تعديل على اي رو، انا بشتغل على جدول التيتشر اوديت. النيو سالري ده الاولد ده ما قبل التعديل. لا النيو، هقول لك ليه. لان احنا عندنا مشكله البيفور، خد بالك، احنا بيفور يعني قبل ما التعديل يتم، لكن ناتج بعد ما الجمله تتم لا، هو النيو اللي بيبقى موجود. النيو اللي بيبقى موجود ليه؟ لان لو جيت انا الاقي النيو كام؟ لو رحت على التيتشر هنا هلاقي ان هو فعلا بقى كام؟ بقى فعلا 20. يعني هو ده بيماثل مين؟ السالري هنا بيماثل دايما النيو. النيو دوت هو الكرنت، ممكن نخليه كلمه كرنت سالري يعني، او السالري. انا بديك معنى اخر، مش قصدي اغيره، انا قصدي اقول لك ده الكرنت سالري او ده يعني الايه الحالي. لكن الاولد ده اللي هو ما قبل التعديل. خلاص انت عملت تعديل، انا مش عارف انت، بس انا كل الفكره انا عايز احتفظ بس
اللي كان كام وبقى كام، عشان عارف مين اللي عمل عملية التعديل في المرتب دي. يعني مثلا زي نوع مثلا من انواع يعني مثلا في ناس مثلا من المحاسبين مثلا بيبقى مرتبه مثلا، ربنا يسامحنا، بيبقى مثلا مرتبه مثلا 10,000، وهو عارف ان هو لو مرتبه مثلا 11,000 هياخد علاوه معينه، او هو قبل القبض ذات نفسه مغير مرتب 11 والسيستم يصرف له على البنك وكده يرجعه تاني 10 بحيث لو حد راجع وراه ولا حاجه، تمام؟ فهو بيعمل الحركه دي قبل المرتب ويرجع تاني يرجعها، فان اي حد بيشيك بيلاقي ان هو اللي اتصرف له 10 بس هو في 1000 ضايعه، او في طبعا بيحافظ ثلاثه في الحسابات. نعم انا الاول بس اسيبك من هنعرف نعملها في شهر ان شاء الله نعملها، بس انا بتكلم الاول وضح لي الجزء الاول ليه هتسيب جمله الابديت ولا جمله الانسيرت ليه؟ تمام، انا فهمت فكرتك، بس الفكره هنا برضو انت ما خدتش بالك من حاجه مهمه انا هوضحها لك ونشوف اللي انت طالبه، ده قصه ثانيه. لكن انا بتكلم على ايه؟ خد بالك انت هنا مش بس مجرد بتشوف انت برضو مش عايزك تقفل دماغك على ان احنا بنعمل اوديت وبنسيب القديم والجديد، لا ده انا اكزامبل عشان تشوف فكره ال اسمه دوت الفكره بتاعت التريجر بيشتغل ازاي، تمام؟ انت بس بتحاول تشوف التريجر بيشتغل ازاي، لكن هو انت في الاخر بتحط هنا حاجه مش هتعرف تحطها بجمله السيلكت او جمله الانسيرت او جمله الابديت او اي كانت الجمله، هي بتحط البيزنس لوجيك بتاعك. يعني ايه البيزنس لوجيك بتاعي؟ يعني الفكره اللي انا عايزها، الفكره اللي انا عايزها بحطها، بقول لو المرتب 3 اضعاف او مرتب ضعفين اعدي دي ما تعديش دي، انا مش مشكلتي في ان انا بس جاست ان انا اسيب الجمله اللي حصلت، لا انا ممكن اكون برفض جمل معينه او بقبل جمل معينه، فهمتني؟ فده عمره ما هيحصل غير بلوجيك، عمره ما هيحصل غير بايه؟ بلوجيك انا بقدمه. فاللوجيك ده مش هقدر اعمله الا لما يكون عندي تريجر مفتوح لي وانا اللي اقول له اعمل انسيرت لو كان كذا، اعمل ارفض لو كان كذا، عديها ماشي لو كان كذا، فاهمني؟ فهي دي الفكره، فدي لازم تكون انت ايه واخد بالك منها. طيب بالنسبه للموضوع الثاني، هل من الممكن ان احنا نجيب جمله الجمله ذات نفسها اللي تتنفذ؟ ما جاش في بالي، لكن ممكن نسيرش عليها، انا ما بنقولش لا يعني المشكلة يعني.